السلام عليكم. أنا اليوم سعيد باستقبال صديقي المفوض الأوروبي للجوار أوليفير فاغيلي الذي يقوم بهذه الزيارة إلى المغرب. هذه الزيارة الثانية في أقل من سنة لكي يقوم بها أوليفير فاغيلي للمغرب، وهذا كيأكد العمق والقوة والمناعة ديال العلاقة اللي كتجمع المملكة المغربية بالمفوضية الأوروبية. قبل يمكن أسابيع كان هنا كذلك جوزيف بوريل في إطار نفس الدينامية مع المفوضية الأوروبية. لقاءاتنا كما هي العادة مع أوليفير فاغيلي هي لقاءات دائما إيجابية اللي كتطبعها روح الصراحة، روح الصداقة، وروح تنفيذ التزاماتنا فيما يخص تطوير العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وهي مناسبة باش نشكر أوليفير فاغيلي على التزامه الدائم وعلى انخراطه الشخصي للدفع بهذه العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. في الثلاث سنوات الأخيرة لاحظنا واحد تغيير في المقاربة للتعامل مع الجوار الجنوبي اللي حول البحر الأبيض المتوسط. كاين إنصات أكثر، هناك حوار أعمق، وهناك رغبة في أن دول حوض البحر الأبيض المتوسط الجنوبي تتملك نفسها المشاريع اللي كنطوروا. فرسالتي الأولى هي رسالة شكر لأوليفير فاغيلي وتقدير لكل ما قام به لتعميق العلاقة بين المفوضية الأوروبية والمغرب وتعميق الشراكة المغربية مع الاتحاد الأوروبي. وقعنا على مجموعة الاتفاقيات في هذه السنوات الأخيرة، واليوم كان توقيع على اتفاقيات مالية اللي كتفوت 500 مليون أورو. تعمقات هذه الشراكة على المستوى الإقليمي من خلال ذاك المشاريع النموذجية أو اللي فلاكشيب بروجكت اللي طوروا في إطار المقاربة الجديدة. وكاين نتائج إيجابية، نتائج ملموسة. في 2020 أثناء أزمة كوفيد كانت هناك تعبئة شخصية لأوليفير فاغيلي لمواكبة يعني المقاربة اللي كان خدها جلالة الملك محمد السادس باش المغرب يواجه جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية. كان كذلك المشاريع اللي توقعت اليوم اللي كتهم مشاريع داخلة في إطار النموذج الجديد للنموذج التنموي الجديد وفي إطار الأولويات اللي وضعها جلالة الملك واللي كتنفذها الحكومة المغربية خاصة في المجال ديال الحماية الاجتماعية أو في مجال الماء أو في مجال الفلاحة وغيرها. 2022 إلى كانت سنة ديال تطوير هذه العلاقة من خلال مجموعة المشاريع، ف 23 خصها تكون سنة ديال التزام أكبر وديال طموح أكبر. أولا باش نحاولوا ما تم التوقيع عليه أنه يتنفذ من اتفاقيات الشراكة المالية. ثانيا أننا غادي نفتحوا آفاق جديدة في هذا التعاون، سواء التعاون الأمني والتعاون في المجال الهجرة اللي غادي يتطور بشكل كبير انطلاقا من هذه السنة. كاين الحوار المتعدد الأطراف اللي المغرب والمفوضية
حول القضايا المشتركة. وكاين وهو أساسي كذلك التعاون الثلاثي الإقليمي اللي غنطوره ما بين المغرب والمفوضية وإسرائيل. هذا كنعتبره عنصر مكمل للتعاون الثنائي واللي غيهم مجموعة من القضايا اللي من خلال التنسيق ما بين المغرب المفوضية وإسرائيل كدول في جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط يمكننا نطوروا حتى تعاون إقليمي في مجالات ذات اهتمام مشترك. ووجدنا واحد الوثيقة اللي غادي إن شاء الله نوقع عليها قبل نهاية هذا الشهر لتأكيد هذا البعد الإقليمي، هذا البعد الثلاثي في علاقتنا كذلك. سنة 23 غتكون كذلك، كنتمنى أنها تكون سنة كذلك ديال طموح أعلى في مجال في مجالات جديدة وسبل جديدة للتعاون، آليات تمويل متطورة، وتسريع المشاريع الاستراتيجية سواء في إطار في الماء ولا في الفلاحة. المغرب بقيادة جلالة الملك غادي في المسار ديالو لتحقيق نموذج التنموي للاستجابة لتطلعات الساكنة ديالو. وفي هذا الإطار هذا الإصلاحات اللي قامت بها المملكة المغربية بتوجيهات من جلالة الملك خلات المغرب أنه يخرج من اللائحة الرمادية اللي كانت القافية. كالاتحاد الأوروبي عنده واحد التعامل تلقائي مع لوائح القافي، واليوم بما أن المغرب خرج من اللائحة الرمادية القافي فطلب ديالنا هو أن الاتحاد الأوروبي بسرعة كذلك يتفاعل مع هذا الأمر ويسحب المغرب من اللائحة الرمادية ديال الاتحاد الأوروبي. كاين عندنا كذلك بطبيعة الحال برنامج ديال التعاون في مجال البحث وفي مجال التعليم ديال أوريزون اللي كيخصنا نهيوه ونبداو فيه بسرعة لأنه عنصر أساسي في مجال التكوين وفي مجال التبادل بين الجامعات وغيرها. ونفتحوا على مشاريع أخرى في مجال الأمن الطاقي اللي كيهم المغرب والاتحاد الأوروبي. إذن فاليوم يعني كاين هناك مع المفوضية الأوروبية بشكل خاص كاين هناك تطور إيجابي في التعامل، كاين تطور إيجابي في العلاقة، كاين نتائج ملموسة. ونتمناو بفضل الدور ديالك أوليفير في هذا الشيء هذا نتمناو بأن كذلك نستمر في نفس هذا الروح الإيجابية وبنفس هذا المنطق العملي اللي باش ما يبقاش هذه الشراكة هي فقط خطابات، هي فقط مشاعر، باش لكن تكون عمل ملموس ومشاريع ملموسة اللي كتعمق الترابط بين المغرب والقارة الأوروبية في إطار سياسة الجوار وفي إطار هذه الأجندة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط اللي قمتي بالصياغة ديالها. شكرا. معالي الوزير سيد ناصر، كما تعرفون منذ أن أصبحت مفوضا للجوار الأوروبي أنا ملتزم شخصيا بأن نعزز شراكتنا بين هذا الإقليم وخاصة المغرب، لأن المغرب هو بلد رئيسي في هذا الإقليم، ونعتبر أن المملكة المغربية هي ركيزة للاستقرار في حوض المتوسط. هناك تحديات عديدة وليس من السهل أن نجد شركاء موثوقون وقارون كالمغرب. إذا نحن بالنسبة لنا الشراكة أساسية، وبالتالي أعتقد أن ذلك في صالح جميع الأطراف.
وأتمنى أن يكون ذلك على المدى الطويل. أعتقد أنه بفضل مختلف التعهدات والالتزامات التي قمنا بها والتي سنبدأ بتفعيلها، لقد ناقشنا بعض الجوانب، نحن بالفعل نغير طبيعة تعاوننا لكي يكون هذا التعاون أعمق مع المملكة المغربية، لأن الإصلاحات التي قام بها المغرب على المستوى الاجتماعي، على المستوى الإداري، على المستوى الرقمي، وهناك مجالات أخرى، هي إصلاحات طموحة وإصلاحات ترتكز على قيم أوروبية أيضا نؤمن بها. إذن بالنسبة لنا يسهل علينا أن ندعم هذه الإصلاحات. المشروع الذي وقعناه اليوم يبرز بالنسبة لكم أهمية التزامنا المباشر والمسؤول إلى جانبكم، وأعتقد أن هذا التموقع الجيوستراتيجي للمملكة المغربية يعطيها حضورا أقوى بفضل هذه الإصلاحات التي اتخذتموها السنة الماضية. زرت الرباط في شهر مارس، هذه المرة أنا حملت بعض الأمطار معي من بروكسل، هناك ما يكفي من الأمطار الآن في الرباط وفي المغرب، وأتمنى أن يتواصل الوضع كذلك. أعطينا الانطلاقة للأجندة الجديدة على مستوى المشاريع، واليوم نرى أن خطط الاستثمار الاقتصادية التي يمكن أن تعبئ حوالي 3 ملايير يورو بالنسبة لكل الإقليم، نتوق إلى أن يكون المغرب أكبر المستفيدين من هذا الغلاف الاستثماري، لأن هذه الخطة تروم دعم جهود ليس فقط الإصلاح للمجتمع، ولكن أيضا دعم الإصلاحات الاقتصادية. نحن بحاجة إذن إلى اقتصاد جديد عصري للمغرب ما بعد الجائحة، وبالتالي هو أفضل مشروع، أفضل أجندة ليس فقط للمغرب ولكن لكل الإقليم. خلال زيارتي السابقة كنا قد أعلنا أننا يمكن أن نعبئ حوالي 6.6 مليار يورو بالنسبة لاستثمارات يستفيد منها المغرب. وصلنا إلى 2.1، إذن حوالي ثلث، وبالتالي أتمنى أننا سنبدأ بالفعل في تسريع آليات الاقتصاديات المحلية الوطنية بشكل أسرع. وأنا سعيد الآن أن أعلن أن هذه السنة ستكون السنة الثانية، حيث يمكن أن نعبئ 0.5 مليار يورو من اعتمادات نخصصها للتعاون الاقتصادي في إطار إذن الغلاف المالي الثنائي. كل ما قمنا به حتى الآن أتمنى أنه سيغير ركائز إذن التي يقوم عليها مستقبل اقتصادي للمغرب، وقدمنا إلى جانب معالي وزير المفوض في الاقتصاد، قدمنا المشاريع 5 الأساسية التي تغطي الجوانب الهامة بالتالي للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وداخلها هناك أيضا الزراعة والفلاحة. حينما نتحدث عن الفلاحة هناك مسألة الماء،
الذي مرة أخرى سيكون مشروعا أساسيا لكل الإقليم، لأننا إذا خلصنا إلى نموذج فاعل للتعاون الاقتصادي والفلاحي في المغرب على أساس تدبير الموارد المائية وما إلى ذلك، فإننا سنوسع هذا النجاح ليشمل باقي أقاليم المتوسط. المغرب يقوم بعمل رائع، عمل هام يهم جميع الإقليم، والجميع ينتظر نتائجه بحماس. نظرنا أيضا ودرسنا وطلعنا على مبادرات فاعلة بالنسبة للمستقبل. خلال السنة الماضية اعتمدنا جميعا تدابير طموحة لدعم الانتقال نحو طاقة خضراء نظيفة. أينما ذهبت الآن لا حديث إلا عن الطاقة، حتى في أوروبا، وأعتقد أن المغرب له قدرة أو إمكانية أن يصبح مصدرا أساسيا للطاقة بالنسبة لأوروبا، وهذا علينا أن نناقشه أكثر. وأنا متأكد أن سوق الطاقة في المغرب جاهزة لكي تنتج مزيد من الطاقة الخضراء كالكهرباء. الكهرباء التي تنتج في المغرب، هناك مشاريع عديدة واعدة، وهناك بالتالي كثير من الإنجازات يمكن أن نقوم بها مستقبلا على هذا المستوى. كما رأيتم نشتغل ليس فقط على مستوى المعارف الأكاديمية، بل نركز أيضا على جوانب ملموسة. هناك أمور ملموسة يمكن أن نحققها. إذا أخذت على سبيل المثال مشروع الطاقة الشمسية لورزازات، وأيضا المشاريع الترامواي للرباط والدار البيضاء ومشاريع أخرى تهم بالتالي الإصلاحات الاجتماعية. إذا نحن نهتم ليس فقط بالجوانب السياسية، ولكن أيضا بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والطاقية. ناقشنا أيضا إجراءات كيف يمكن لأوروبا أن تساهم في دعم صندوق محمد السادس للاستثمار. بدأت النقاش البارحة مع المسؤولين عن هذا الصندوق، وأعتقد أن هذا المشروع سيكون رائدا لأنه فريد من نوعه، وليس هناك من مثال يحتذى أو آخر يمكن أن نعود إليه في الإقليم. هناك بالفعل إذن صندوق للاستثمار يقدم الدعم سواء للشركات الصغرى والمتوسطة أو لمختلف قطاعات الاقتصاد، وأنا بالتالي سعيد وممتن بالمقترحات الإيجابية التي تقدمت بها المغرب على هذا المستوى. ونحن نود بالفعل أن نجد آليات لتقديم الدعم، كيف يمكن أن نقدم إذن إسهامنا على هذا المستوى، ولما لا استخدام ذلك كنموذج يحتذى به على مستوى الإقليم المتوسط ككل. ناقشنا أيضا الهجرة، لأن هذا التعاون هو تعاون هام وأساسي بالنسبة لأوروبا، وأتمنى أن يكون الحال كي أيضا بالنسبة للمغرب. لقد وضعنا ميزانية افتراضية على المدى الطويل 150 مليون يورو، 35 مليون صرفت منها، والآن يمكن أن ندعم الاستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة، وأيضا يمكن أن نساعد المغرب في حماية حدوده. ومساعدة المغرب في مكافحة إذن المهربين وكل المجرمين
والشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار في البشر والتي هي خلف كل هذه التنظيمات الإجرامية هنا أو في أوروبا. أخيراً بطبيعة الحال نحن سننتهز الفرصة التي قدمها لنا المغرب والذي كان أول بلد عربي أبرم اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، ونود أن نساهم في هذا الالتزام وهذا التعاون، لأن هذا التعاون ثلاثي الأطراف مغرب إسرائيل والاتحاد الأوروبي يمكن أن يرفع تحديات أساسية كتدبير الموارد المائية وأيضا تحقيق التنمية والبحث العلمي، ويمكن يكون أن يشكل جسرا بين الشعوب، وهذا ما نحتاجه أيضا أن نقرب الناس من بعضهم البعض، وأن نبرز أنه يمكن أن ننجح في هذا التعاون المتعدد الأطراف، ويمكن أن نبني السلام أيضا وفق هذه المقاربة. مؤخرا أو أخيرا أود أن أهنئ معالي الوزير على أن المغرب قد حذف من القائمة الرمادية، قائمة غافي، وأنا سعيد بالتعاون الذي قمنا به لكي يصل المغرب إلى هذه النتيجة الإيجابية، لأن هذا التعاون كان فنيا والنتائج كانت مبهرة، وأهنئكم على ذلك، وأؤكد لكم أن الاتحاد الأوروبي سينفذ إجراءات حذف المغرب من قائمة الرمادية للغافي على مستوى التشريع. شكرا جزيلا.